منورانا من حوالي 3 سنين، وكانت عامله لنا كده حلقه ممتعه جدا جدا. انا ما كنتش فيها بس الناس بتحكي عليها، ولسه شايف طبعا وهي بتعمل تست صوت قبل ما يطلع، ما شاء الله عليها، هتسمعوا حاجه حلوه قوي قوي قوي. لكن النهارده هي بنحتفل بيها ومعاها بفوزها بلقب احسن عازفه تشيلو في مصر 2022 في مسابقه الافضل بين الافضل او مهرجان الافضل بين الافضل. فمنورانا في الاستوديو اميره شعبان. ازيك يا اميره؟ الحمد لله، اهلا منورانا، بحضرتك. والله ده نور حقيقي. حلو ما شاء الله. يعني انا طبعا انا مش عايز اقول يعني عايز افاجئ الساده المشاهدين باللي هيسمعوه، بس ما شاء الله عليكي. كلمينا الاول كده عنك في الاول عشان بعد كده نشوف اللقب والجائزه. عامل ايه دراستك؟ بدات تحبي الاله؟ يعني مش اي حد ممكن يحب تشيلو، بدا معاك الحب تشيلو ازاي؟ هو انا درست التشيلو في كليه التربيه النوعيه جامعه القاهره. انا اصلا بحب المزيكا من وانا صغيره، وبعزف سماعي لوحدي، يعني انا ما عنديش حد في العيله موسيقي تماما. لوحدك؟ هو كده فجاه الناس اتخضت اصلا في البيت. واخترتي يعني الاله دي، يعني اخترتي اله التشيلو، ما كانش في حاجه قبلها مثلا جربتي فيها فبعد كده عرفتك على التشيلو؟ لا، انا عزفت في المدارس، كنت في ابتدائي اعدادي وثانوي، بدخل المسابقات بتاعه الوزاره والاداره اللي هي بتبقى بتتعمل في المدارس، اكسيليفون واكورديون وريكورد ومندولين وجيتار، كل الالات وبيانو. وبعدين انا لقيت نفسي بقى حابه الموضوع جدا، فعايزه بقى ادخل يعني اثقل الموضوع بدراسه. فدخلت تربيه نوعيه جامعه القاهره، كنت التي الاساسيه الكلارنيت. احنا المفروض بتبقى الدراسه 4 سنين اجباري بيانو ومعاها اله 4 سنين بتكمل معايا. فدخلت كلارنيت، وبعدين الترم الاولاني خلص كده، وجه الدكتور حصل عنده ظروف فقفلوا التخصص بتاع الكلارينيت، فقالوا المجموعه بتاعت الكلارينيت دي تتقسم على باقي التخصصات. فلقيت أوكي. نفسي في التشيلو. يعني دي المفاجاه، ان انا مش مختاراه، يعني انا مش رايحه له ايوه يعني بعينه، هو اختارني. ايوه. طيب عايز اقول لك على حاجه، التشيلو اله غربيه وفيها فرايتي طبعا لما بتعزف عليها شرقي وحاجات كتير جدا. لما كنت بتعزف كلارنت، الكلارنت برضو غربي بحت، فكان حسيتي بصدمه مثلا لما غيرتي من الكلارنت آلة نفخ ودي آلة وتريه؟ بالظبط كده. في صدمه يعني حصلت لك هو ولا؟ حصل يعني مش صدمه، بس اللي هو طب انا كنت بذاكر كل المذاكره دي في تمارين نفس وحاجات وبعدين مره واحده، فبنذاكر هنا في تمارين ايد أيوة. يمين يعني وشمال يا ريتهم مثلا وبوز خلوكي وحاجات من كلارنت لفلوت يعني مثلا. يعني حاجه برضو. بس هو طبعا النفخ بيبقى الموضوع شويه اصعب، صعب. النفس والتحكم فيه، وعشان طبعا في وسط هو هنا بيعتبر في نفس برضو في الاوس، يعني طبعًا. مدى الاوس، بس هنا التحكم بيبقى مش مثلا حد عنده برد ولا حد مش عارف ياخد نفسه ولا جاي جري ولا مش عارف، الحاجات دي بتاثر شويه. فانا الحقيقه كنت في الاول ما كنتش حباه تماما. كنت فاكره زي بقيه الناس فاكرين ان التشيلو او الكونترباس، هم كانوا شايفين ان دي كمانجه كبيره، الاسم أيوة اللي انا أيوة بتضايق منه أيوة. فاكرين ان دي حاجه صوتها تخين وصوتها وحش وملهاش لازمه، هي ايه دي اساسا؟ فده المعلومه اللي كانت عندي. فانا لما اتحولت على التشيلو، لا انا مش عايزه البتاع اللي صوته تخين ده، انا أيوة. عايزه اله اعرف اعزف عليها. اوكي. لان انا كمان خصوصا انا سمعت صوت الكلارينيت فصوته كان دافي كده وجميل احن وفي كتير شويه طبعا. شجن. هو عشان برضه التشيلو من الاصوات العريضه اكتر. هو نفس الجو بقى، يعني اللي اكتشفته ان هو نفس جو الكلارينيت، نفس طبقه الصوت، ولا رفيع ولا غليظ. وبعدين اكتشفت ان هو بيقول بيعزف الحان، مش طبعا مجرد ان هو اله لا في اله البيت سولو، وخلاص. اله سولو مش مصاحبه، مش بالعكس. لا ممكن لا يكون في الات في الاوركسترا بتبقى محطوطه، بتبقى الات مصاحبه ملهاش سولو، او السولو بتاعها بيبقى كونتر باس، وبقى مؤخرا بيلعبوا بالظبط. برضو عليه والكونتر باس الحان. في الحاجات بتاعت الجاز بيبقى طعمه فعلا طبعا جدا يعني ده اساسي. اساسي، وبيكون فيها عزف وسولوهات كبيره جدا.